صوت العرب من القاهرة وإذاعة العراقية من بغداد يقدمان ضفاف. ضفاف برنامج ثقافي ينشر أخبار الثقافة والفنون في ضفتي دجلة والنيل. فريق العمل من مصر: نيفين الشيشيلي، محمد سمير. التسجيل والمونتاج من مصر: رحاب عمر. فريق العمل في العراق: حسام مناف، هناء حسين. التوزيع والإخراج الموسيقي: لانس كونواي. عزف الناي المنفرد: ياسر نعمة. ضفاف: الفكرة والإخراج: مشرق الطيار. ضفاف في هذه الحلقة: ما زال الضفاف تستدر معين الإبداع بحوارات مع نجوم عربية براقة. الأديب والإعلامي عبد الحكيم ربعي يستحضر تونس الخضراء على ضفافنا الغناء. سوق الصفافير في بغداد يحكي تاريخاً من الفن منقوشاً على أوان النحاس. ضفاف. دأبت أسرة الضفاف على تقديم كل ما هو جميل ونافع في عالم الثقافة، فكيف إذا أضيف إلى باقتها من المبدعين فرد يملأ حياته الحس المرهف؟ ذلك هو الأديب والإعلامي التونسي عبد الحكيم ربعي، حيث سيوافينا دوما بآخر صور ومعالم المشهد الثقافي في بلاده العامرة. فأهلا ومرحبا به ضمن فريق ضفاف، ونتمنى له التوفيق. مساء النور، مساء الخير، مساء الفرح، مساءكم ثقافة، مساءكم شعر، مساءكم أدب، مساءكم ضفاف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومستمعي برنامج ضفاف في جمهورية مصر العربية وفي العراق المجيد على ذبذبات أو موجات صوت العرب من القاهرة والإذاعة العراقية من بغداد. معكم عبد الحكيم ربيعي القاص والشاعر والإعلامي من تونس. الضفاف فتح له أفقا جديدا، فتح له شاطئا جديدا. هذا الشاطئ سيكون في تونس، تونس الجميلة، تونس الخضراء، تونس المجد، تونس أبو القاسم الشابي كما يعلمه الجميع. أنا عبد الحكيم ربيعي، قلت شاعر وإعلامي وكاتب لي ديوانان. الديوان الأول صدر سنة 2014 بعنوان اجتاحني حلم، ثم ديوان ثاني صدر سنة 2016 بعنوان مزامير من سفر الأنا. أنا لا أكتب عن الوطن، لا أكتب عن فلسطين، بل أكتب عن الإنسان المسكون بالوطني وبالقدسي وبكل قضايا الإنسان والعرب. أنا أكتب عن الحلم، أكتب عن الأمل، أكتب عن الفرح، أكتب عن انفعالات كل إنسان بغض النظر عن ديانته ودون اعتبار لأي انتماء آخر سواء كان مذهبي أو طائفي. أنا رئيس جمعية صالون ربع ثقافي ومدير مهرجان البحر ينشد شعرا، وكذلك ملتقى أدب السجون، تظاهرتان متميزتان على المستوى الوطني في تونس وعلى المستوى العربي وكذلك الدولي. والحمد لله كانت الانطلاقة الأولى منذ سنة 2016، وقد أتممنا في هذا العام 2019 الدورة الرابعة لكليهما، والحمد لله كان نجاحا منقطع النظير. أنا في الأصل مربي، أستاذ لغة فرنسية متحصل على الأستاذية في الترجمة عربية إنجليزية روسية، ناشط في المجتمع الثقافي، أدعي الحضور أنا في المشهد الثقافي على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي. سعيد جدا 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 أن أكون ضمن فريق ضفاف على موجات إذاعة صوت العرب من القاهرة والإذاعة
الإذاعة العراقية من بغداد. سعيد جدا أن أكون مع أصدقائي مشرق الطيار وفريقه من الإذاعة العراقية، ومحمد سمير وفريقه من صوت العرب. سأحاول أن أقدم لكم نشرة أسبوعية عن النشاط الثقافي، عن الحركة الثقافي في تونس. هو كما كل الوطن العربي نحاول أن نجعل من هذا الحركة الثقافي حركة يوميا، نحاول أن نكون الأقرب إلى اهتمام كل المثقفين، نحاول أن نجعل من هذا الوطن ورشة حية للعمل والفكر، حتى نحاول أن نغير بعضا من هذا الوطن، بعضا من مشاغل هذا الوطن. نحن نحرك السواكن ونحاول أن نقدم هذا الحراك بشكل جدي، طبعا دون مجاملات. سنحاول أننا نتواصل مع مبدعين، شعراء وكتاب وفنانين ورسامين وممثلين ومسؤولين كذلك مهتمين بالشأن الثقافي. أرجو 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 أن أوفق في هذه المهمة، وشكر كل الشكر لإذاعة صوت العرب والإذاعة العراقية على هذه الثقة التي منحوني إياها، وأرجو أن أكون جزءا من فريق له أفقا ممتدا ومشروعا يجمع كل العرب على ضفة واحدة، كي يفتحوا أعينهم على ضفاف الإبداع في كل الوطن العربي. أهلا وسهلا بكل مستمعي ضفاف، من البحرين إلى المحيط الأطلسي، من المبدعين، من المثقفين، من المهتمين معناها بالحرف الجميل والكلمة الطيبة واللحن المتميز. نقول لكم مرحبا بكم وأهلا بكم، تحية قلبية وتحية ود وتحية احترام من تونس الخضراء إلى كل مستمعي برنامج ضفاف. أنا من الوطن العربي، مودتي وحبي وشكري، وفي أمان الله. ضفاف.